السلام عليكم. تم في بحر الأسبوع الماضي فتح فضاء تجاري كبير جدا بولاية شلف وبالمنطقة بمدينة شلف، وهذا الفضاء اللي ينضاف إلى يعني شبكة توزيع أو شبكة تجارية في الوطن، ويدخل يعني لاحظ في إطار تحسين الخدمات في ميدان يعني في ميدان التوزيع إذن تاع المواد الاستهلاكية في الوطن، ويحسن من المظهر العام للمدينة في الجزائر. هنيئا إذن إلى سكان ولاية شلف بهذا الإنجاز. ونخليكم مع نهاية الفيديو، والسلام عليكم.